هذا يقول هل يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضريحا؟ لا، الضريح في عرف الناس الآن اللي يعبد من دون الله يتبرك به، هذا هو الضريح في عرف الناس اليوم. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ ولله الحمد، لا يعبد ولا يتبرك به ولا يصل إليه الناس ولا يرونه، محفوظ مصون، فليس ضريحا. وهو في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. نعم.